ضيف فريد على قناة أنفاس بريس هو الممثل والكوميدي عبد الهادي العلوكي. عبد الهادي العلوكي مرحبا بك على أنفاس بريس. الله يبارك فيك السي فريد، بارك الله فيك. كي دوز سي رمضان عواشر مبروكة. الله يبارك فيك، بارك الله فيك، وعواشر مبروكة عليكم على الجمهور كامل إن شاء الله، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى هذه الحلقة تدوز خفيفة على الجمهور. كي جاتك التجربة مع صلاح وفاتي؟ بصراحة صلاح وفاتي تجربة بالنسبة لي أنا واحد كيف كيقولوا بديك لغة الخشب قفزة نوعية. علاش؟ أنا حتى قديم في الميدان وسيرتو ستاند أب، وطاليس كيرجع لي الفضل أنه عيط ليا لأنه كيعرفني منذ فترة كبيرة وطويلة. وشخصتي الدور ديال الطاشرون يعني في ديك الحلقة ضربك الضو، عزك الماء، كلتي البوصلة، أنا يعني سخسختي في ديك الحلقات. أنا واحد القضية اللي بغيت نقولها على المسلسل ديال صلاح وفاتي، وكيف قلت لك الفضل الكبير كيرجع لطاليس. طاليس اللي هو عبد العالي المهر عنده واحد لينيرجي زوينه، وهذيك لينيرجي راه ما كيخليهاش لراسو، كيبارطاجيها مع ليكيب كامله، سواء لي تكنيسيان سواء لي كوميديان سواء كلشي، كلشي كيبارطاجي معاه. وانا هضر معايا مني لي قال لي اخويا هذيك كنعرفك مزيان وكيحترمني وكنحترمو انا كنقدرو بزاف كاع، وعطاني واحد المساحه كبيره. ماشي سهله ان صلاح وفاتي سلسله معروفه، شي سلسله مشهوره ديما في التوندونس، ويعطيك فيها جوج حلقات في رمضان، يعني يعطيك الحلقة 9 والحلقة 10 تلعبها كاملة، يعني كيف كيقولوا بطولة مشتركة. أنا زعما أكن له كل الاحترام، وهذا الخير ما عمرني ننساه ليه بصراحة، حتى ما عمرني ننساه. كي كانت أجواء ديال التصوير؟ أنا كنتمنى من الله سبحانه وتعالى التصوير يكون نفس الأجواء يكون في كاع لي زيميسيون اللي كيشاركوا فيهم قاع السلسلات. أنا باش نرجع معاك لواحد السلسلة كنت شاركت فيها داس التلفازة، وبلا ما نقول الاسم ديالها، كان المخرج وكان مساعد المخرج، وأنا كان عندي واحد الدور صغير واحد الباساج صغير وما كيعرفنيش، وجاو تعامل معايا واحد التعامل اللي ما هوش، وأنا حبست والله القسم، حبست في التصوير ما بقيتش كملت. تال من بعد عاد عرفني واحد البطل ديال الفيلم توا بدون ذكر أسماء، وجا عنقني وباسني وقال لي أخويا اسمح لينا حنا ما عرفناكش. قلت له لا ماشي بالضرورة خصني نقولك شكون أنا باش تحترمني. قلت له أي واحد جا بغى يخدم احترمه، علاش؟ حيت لي كوميديان كاين اللي كيبدا كاين ديبيت كارير ديالو، ولكن من بعد راه يكون عنده اسم كبير، سواء كبير في لاج ولا صغير في لاج، ولكن الفن ما عندوش لاج. كرميش الورود يعني طاليس يعني فنان وكيحترم يعني الفنان الشباب وكذلك المخضرمين يعني، وحنا ديجا كنعرفوا طاليس من شحال هادي لعبنا معاه يعني في مهرجانات يعني من غير التلفازه، يعني الانسان اللي كيبغي الخير لكل شيء. اخويا فريد انت اصلا راك شاركتي في السلسله ديال صلاح وفاتي، كيفاش بان لك الجو تما ديال صلاح وفاتي؟ بدليل انك لعبتي واحد الباساج اللي تشهر، تبارطاجا في تيك توك في فيسبوك في ليريز كاملين، تبارطاجا بواحد الشكل كبير بزاف. شنو نقول لك دابا؟ دابا نتعطي دابا شو هذه حقيقه كتقال، وكيف قلت لك ديك القوله ديال هاو 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 الجزيره وكاكاو، ولا التيك عند الدراري الصغار كاملين كيقولوها. وكان تجربه زوينه بزاف يعني، وكنشكر طاليس اللي دار فيا الثقه وعطاني يعني داك ديك لي رول ديال مول الزريعه اللي غيلقى عنده السي في ديالو، وهذه يعني فيها واحد الرساله كبيره. هذا شرف ليا وكنشكر طاليس. قضية أخرى اللي بغيت نقول لك عليها، أن بالنسبة للكاستينغ أنه طاليس أعطى كل واحد البروفيل اللي كيستحق. أي واحد مثلا غيعطي واحد البليس واحد البروفيل كيعطيه. باغ كونتر كاينين في شي سلسلة مسلسلات أخرين كتلقى واحد البروفيل راه ما عطيهش عليه والبيرسوناج ماشي عليه، وكيعطيوه يلعب الدور ديالو واخا أنت كتفرج. المهم هو راه مبزز عليك هذاك الدور، غادي تلعبو كيف كيقولوا بالسيف عليك غادي تلعبو. ولا شاف كل واحد، بحال انا نهضر مثلا على الحلقه ديالي انايا، كانوا لعبوا معايا دي بروفيل الدراري اللي لعبوا بنايا، والله القسم لا واحد الكاستينغ كان واعر، والدراري كان بيرسوناج التشخيص كان مزيان، وهذا الشيء كيرجع لواحد الاداره فنيه ورؤيه فنيه من واحد السيد اللي سميتو طاليس. سي عبد الهادي من دوز السلسله ديال صلاح وفاتي، كي كان التجاوب ديال الجمهور معك؟ الناس بالنسبه للونتوراج ديالي فرحوا بزاف. كاينين دي جون اللي عيطوا ليا كاع، كانوا خدامين معايا في الشركه عيطوا ليا. كاينين شي ناس اللي ما تفرجوش في التلفازه ولكن طلعوا لهم لي ريز في الفيسبوك ولا ما تبارطاجا بزاف. والناس اللي ما كيعرفونيش، الناس اللي ما كيعرفونيش كنت انا في بوسكوره، كنا خارجين اون فامي،
وشي دراري شافوني ويقول لي ها هو مول بصلانه، ويقول لي شكون هو، يقول هذا اللي ضرب الضو. وكان با ما عرفنيش الوالده ديالو، قالت لي اه هذا هو السيد، وما يجيو تصوروا معايا. المهم ربحنا معاهم واحد شويه، جابوا لنا التمر التمر الله يصح، جابوا لنا التمر وكي والحليب فرحوا بينا صافي، وكان جو زوين. اخر كلمه للجمهور ديال عبد الهادي العلوكي. انا غادي نعطي جوج كلمات، غادي نعطيك الكلمه للجمهور، لان الجمهور راه ما يمكنش لك تغمق عليه، الا كاين شي واحد عنده ودارني هرمونيت واحد السيد كيخدم في واحد المجال ديال الخياطه، وخوه ما كيعرفنيش، هو يقول لي هذا السيد هذا، قال لي والله الا كنعاود الحلقات ديالو ما قلت لي ما كانش تسحبوا راه الصديق ديالك، اللي كيقولوا راه اللي عنده عنده. والكلمه الاخرى اللي غادي نقولها، نقولها للمخرجين والناس ديال الكاستينغ، ان اللي كيستحق شي حاجه يعطيوها ليه، ما يبقاش بوك صاحبي، ما يكونش ما تكونش مول الكاله، ما تكونش الكاله، وكل واحد يعطيو لك كل ذي حق حقه. تحياتي وشرفتيني على انفاس. شكرا بزاف خويا فريد.